من اكتر الحاجات اللي بتبوظ اليونت اللي تحت الحوض هي المايه اللي بتقع واحنا بنعمل اي حاجه. فتعالى اقول لكم على كيتشن هاك تحل لنا المشكله دي. فيلا بينا. واحنا خلاص عملنا الديزاين بتاع المطبخ واكتشفنا المشكله دي، فالحل كله هيكون في السبونج دي. بعد احط ميه وكميه كمان عشان اوريكم ان ازاي السبونج دي هتمتصها ومفيش اي حاجه هتقع من الرخامه. وخلي بالكم وانتوا بتحطوا السبونج ما تسيبوش اي مسافه بينها وبين الرخامه عشان الميه ما تتسربش، واحنا كده هيبقى ما عملناش اي حاجه. واللذيذ بقى ان انتوا بتستعملوها كذا مره فبتعصروها وبعدين ترجعوا تاني تحطوها على الرخامه. اما بقى لو انتوا لسه بتعملوا المطبخ ففي فريم بيتعامل من نفس النوع ولون الرخامه، وده بيمنع انه اي ميه توصل لليونت اللي تحت الحوض.